سلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم إلى فضائكم الاجتماعي نصف شهري من واقعنا. في اليوم العالمي للمصابين بتريزوميا 21 نقف وقفة للحديث عن هذه الفئة. هم أطفال يولدون بإعاقة عقلية ناجمة عن حادث جني يسبب كروموزوم إضافي في تكوين الجنين. هؤلاء الأطفال تم إدماجهم اليوم في النظام الدراسي العادي وفي أقسام مخصصة وفق قرار وزارة التربية الوطنية. لكن بعض سكان مدينة دلس بولاية بومرداس يناشدون المعنيين للنظر إلى فلذات أكبادهم المصابة بتريزوميا 21، وهذا قصد إنجاز أقسام لهم. هو عمل اهتمت به إحدى الجمعيات لإعادة الاحتبار لهذه الفئة. راشدة معبوط في هذا الروبورتاج. لم يكن من السهل على السيدة جاسيب تقبل بأن مولودتها مصابة بمتلازمة داون أو ما يعرف بتريزومي 21، خاصة وأنها تقطن بمدينة تبعد عن العاصمة ب 150 كيلومتر وتفتقد إلى مراكز متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. الولادة تاعها فكرت في مستقبلها، كيفاش يكون مستقبلها الطفلة. طبعا الإشكالية الأولى كان في البداية كان في المستشفى، وهذا ما كان طريقة إلقاء الخبر، وهذا اللي يعني كان يأثر كثير على الأمهات. معظمهم هما عندهم اللونغاج، كاين قليل اللي ما عندهمش اللونغاج، لكن دوك الحمد لله يعني بدينا نفهموها، بدينا مم يعني مم باباها خاوتها يحاولوا دائما يفهموها، يحاولوا لأن كي ما تفهميهاش دوك ولا تعرف كي ما تفهميهاش تجوزي لها برك تزعف يعني تتقلق شويه، لهذا دائما نحاولوا حنا نفهموها. مع حنايا يعني في الجمعيه دوك كاين بزاف اولياء قال لك كي دخلوا الجمعيه ما ولاش عندنا معاهم مشكل مع الاحتكاك تاع مع الاخرين، مع وحنا دائما كي نتلاقاو هكذا نقصروا بيناتنا المشاكل اللي يواجهوها بعض الامهات، ونحاولوا نمدوا يعني بعض التجارب بيناتنا باش كل ام اللي ما عندهاش خبره ولا سورتو الامهات الصغار، كاين امهات صغار عندهم هذا المشكل. الحمد لله يعني مع الاسره مع الامهات، كاين جابوا ولادهم صغار يعني قال لك اليوم شغل تنحت لنا بزاف، واحد الضغط كان عندنا تنحنا عليه، باسكو يقول لك المصيبه اذا عمت خفت. يعني الانسان كيشوف ما حواليه يعني الاخر، وكاين اللي عندهم زوج، كاين اللي عندهم دو تريزومي كما في المقال، كاين اللي عندهم زوج دو تريزومي في العائله. تاورغا إحدى بلديات دائرة دلس تقطن أيضا السيدة تامازيرت الأم التي تتحدى الظروف من أجل ابنتها. مع الأول ما فتكلاش كاع، بس كانت غروسيس نورمال، حتى نهار لحقت 5 موا بديت نفيق باللي بنتي ماشي نورمال. رحت للجينيكولوج ديالي تيزي بزو، قلت لها قلت لها مدام قلت لها راني نحس باللي البيبي ديالي ماشي نورمال ما يتحركش كيما لي الاولين كامل. قالت لي لا دويس لي كامل، قالت لي بيبي تاعك نورمال هكذاك، وليت نمرض الحمى وكامل ولا كوشمون كانت لي نورمال في نفمها. نهار زيدت هنايا في كلينيك تاع تاورقة ما فاقولهاش، مما لا ساجفا ما فاقتلهاش. هم بعد حتى نهار شتها باللي بنتي صفرا، شغل لا كنت تاعها صفرا، ديتها لوبيتال تاع دلس. قلت لها واش كاين؟ قلت لها واش كاين؟ قالت لي ولا ما عرفتيش بنتك؟ قلت لها ما عرفتهاش. قالت لي بنتك مونغوليا. قالت لي بنتك مونغوليا. من بعد انا عيطت انا، كي قالت لي هكذاك انا طحت. من بعد كي جا عيطوا للراجل اللي كان هناك، كي قالوا له هكذا قال لهم مرحبا بها، قالوا لها مرحبا بها.
عندي ثلاث بنات، هذه هي الرابعه، هذه ندير لها كيما خواتاتها ولا خيم خواتاتها. هو موكم ما كنتش نورمال. حتى نهار راجلي سقسى واحد الشيخ تاع الجامع، قال له باللي مرتي راهي مريضه وانا نلقي لها المكامل. ومن بعد قال له عندي بنتي تريزومي 21 ما تقبلتهاش. قال له حقول لمرتك تفرح، هذه هي نعمه من عند ربي، عندها ثلاث بنات، باب تاع الجنه راه ربي مفتح تاع الجنه. من هذاك الوقت ومن بعد بديت بلا عقل وليت خلاص، وليت نقول لك ملايير تاع الدنيا ما تجينيش في بلاصتها. ديها اللي يقول عادي نديها وعندك عاد نسوفري الحق. يعني احكي لنا كيفاش نوض الصباح. نوض الصباح 6 ديما، عندي 6 استغل 10 نرقلي رافي ديالي، نوض انا وزيد نوضها هي. ديجا هي البليزير تاعها كي نوض نقولها حياه نوض نروحوا ليكول تفرح. نوض من بعد نديرها نغسل لها، نوجد لها الحليب تاعها، نبدل لها حوايجها. ولازم ندير نخرج من الدار 7 غير 4 غير 10 كي نسلق سمسلك باش نستنى الترونسبور. ولازم الترونسبور كي يكون جاي من الدلس حابط لتا ورقه باش نشد بلاصه، سينو ما يصحليش نحبط معاهم حتى لتحت نعاود نولي ونلحق للدلس الوتيزه، بلاصه اسمها وتيزه. من هناك نزيد نشد فرقه واحد اخر حتى لسيدي المجني، ونحبط هناك سيدي المجني ونحبط حتى لتحت. ولو هكذا كون بعد نعاود نولي لدارنا انايا دارنا من الدلس، نقعد من الصباح نابوندوني هذوما. عندي بنتي سناج، عندي وحده في الجامعه هذه كبيره، وعندي هذه تجوز الباك وحده ثاني تقافسيون، هذو نابوندونيهم خلاص غير مع مانهم، ما نخليهم مع مانهم. وقت كنا ديفا نقعد في دارنا كي تكون الشتاء، ديفا كي تكون الشتاء ما نديهاش، بس كي تكون الشتاء هنايا حنا الريح والاخر ما تقدريش ما تخرجي من باب الدار ما نديهاش. وهكذاك لي جو هكذا كاملين هكذا ريحتي. والله انا حابه لو كان يفتحوا لنا كلاصه هنا في تاورقه، كون يكون يعني امكانيات يفتحوا كلاصه هنا في تاورقه وين ما كاش، هما يديروا لنا ترونسبور، هما يديروا لنا ترونسبور يديهم. زادت قالوا لي الطباب اللي عندك وحده منغوليه تقبلتها، يعني قلت لي طالي ربي ماشي في لاكوشمون في الكروسيس. قالوا لي 3 موا كانت، قال لي طيحيها. قلت لهم اللي طاها لي ربي نقبلها، تقبلها به كيما كانت. ومن بعد تقبلتها، يعني نهار زادت رحت للسبيطار قالوا لي مدام قلت لهم على بالي بكلش. قالوا كيف، قلت لهم تقبلها كيما كانت طاها لي ربي نحمد ونشكر. كي زادت يعني في الاول لقيت صعوبات معاها، تمرض بزاف كانت، حتى كبرت فات 10 سنين والطبا قالوا لي كنت نروح لعند الطبيب يقول لي، وانا كنت نحاذرها. ومن بعد نهار وصلت للتمدرس ما قبلوها ليش، فما لي انا فما لي لقيت صعوبات بزاف اكثر من اللي كانت صغيره، ما قبلوهاش. جريت عليها بزاف، ما كل دخلت اللي يكون نورمال. كيف فات 16 سنه قالوا يا مدام دوك خلاص ما عادش، صافي السنه الثانيه ما زادتش. ومن بعد ولاو قالوا لي دوك خلاص ما دخلت، بطلتها قعدت في الدار ما كاش وين ندي. هنا في الدلس ما كاين تاع، ما كاش وين تقرا، ماشي داير لهم لي سونتر، ما داير لهم حتى حاجه. بفضل مدام قاصب نشكروها، هي اللي بها ولات تقرا هنايا، قعدت 5 سنين وهي في الدار. دوك الحمد لله كاين شويه صعوبات، ما نقولش ما كاش صعوبات، كاين تاع النق تاع الوسائل. جيت باليا جاي ولا تخداش. وهكذا شرعت الجمعية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومديرية النشاطات الاجتماعية في فتح قسم دراسة خاص ليتابع هؤلاء الأطفال الدراسة وأن يكتبوا ويقرأوا ويجروا عمليات حسابية. فوجدنا بعض الإشكاليات، لكن ساعدني اللي كان مسؤول على الولاية هو الأستاذ بدوي راشد، ساعدني فتحنا أول قسم، وكذلك ساعدتنا مديرية التربية فتحت لنا القسم، وذلك في 2008. برنامج اللي نطبقوه هنا في الجمعية في الأول كامل، احنا عندنا دي نيفو، عندنا مستويات، مستوى الأول نبداو مستوى إيقاظ، عندنا برنامج خاص بالجمعية محض، ما ندخلوش فيه برنامج وزارة التربية ولا، باسكو الدراري هادو ما كاين بزاف اللي يجو فيهم، يجو ناقصينهم بزاف لي نوسيون دو باز، المفاهيم الأساسية كما الألوان الأشكال الصورة الجسدية المفاهيم المكانية مفاهيم زمنية، هادو بزاف يكونوا مخصوصين فيهم، سورتو كيكون عندنا طفل اللي ما كانش
ما كانش يتبع عند مختص أرطفوني ولا مختص نفساني، ما كانش عنده ديجا مكتسبات من قبل. نبداو مع النيفو ايفاي، هذا مستوى الايقاظ باش يفطن الطفل، هذا يكون ايفي. كي يوصل يفطن يا جينيرالمون كي يكون الطفل بري اون شارج ديجا من قبل، ما تاخذناش بزاف وقت، عام ونص، هذاك هو الوقت تاع هذا المستوى. كي يكون مخصوص بزاف لي نوسيون هادو حتى العامين، نقدروا نجيبوا حتى العامين، من بعد ندخلوا ننتقلوا للمستوى التحضيري. لكن وراء هذا المجهود والإنجازات الناجحة يقف واقع مليء بالتناقضات أمام الانتظار الذي طال لاستحداث مناصب مالية دائمة لإدماج المدرسات والمربيات في سلك التربية والتعليم. نلقاو مشكل في المربين، معظمهم راهم في وظائف مؤقتة وما نصيبوش الأخصائيين كذلك، يعني ماذا بينا يدمجوا هذا المعلمين مع وزارة التربية والتعليم، ولما لا، طالما عطيت له قسم في المدرسة وكاع زيد تكفل بالتأطير، كون يتكفلونا بالتأطير يكونوا دي بوست لهذ المعلمين، وهما أخصائيين سواء دي زورتوفونيست ولا دي بسيكولوج، معناه يعاونونا في التأطير تاع التأطير والنقل، يعني لو كان يعاونونا في هذا الشيئان الجمعيات تلتف للطرق البيداغوجيه، تحسين العمل البيداغوجي، تحسين دوره، نخرجوهم مثلا رحلات. القسم الوحيد بالمدينه يتواجد بالمدرسه الابتدائيه مراد زواتين، يقصدونه الاطفال من بلديات مجاوره بعيده كل البعد عن مدينه دلس. السبب هو ان هذا الطفل عنده خصوصيات ما يقدرش يكون في قسم هذه، القدرات الذهنيه تاعهم محدوده وبطبيعه الحال ما يقدروش يتابعوا البرامج المخصصه في المدارس التربويه، وبطبيعه الحال اذا هو الادماج، هذا الادماج المدرسي ضروري، لان لو كان ما يكونش هذا الادماج المدرسي اذا ما يكونش عندهم حظ باه يتعلموا الاطفال. وللاسف يعني البعض يعتقدوا باللي هاد الاطفال مادام ما كاشهم في المدارس معناه ما يقدروش يتعلموا، ولكن كي نوفروا لهم الوسائل ونوفروا لهم الامور الضروريه عندهم كذلك امكانيات، عندهم قدرات تمكنهم من التعلم. 90 كمنطقه دلس كما الجمعيه الموجوده على مستوى دلس هي تقدم لنا مجهودات كبيره، لان المنطقه تفتقر الى مركز، لكن مع التحويل الاخير اللي اقترحناه على السيده معالي الوزيره والوزاره ونوافقوا وقدموا الملف للحكومه من اجل تحويل المركز من اجل اطفال سي بي بي هذه الفئه لتكفل بهم. يبقى المشكل العويص هو النقل حقيقه، لان بعض البلديات مش بلديات نقول مناطق، ما تلقى طفل واحد ما يسمى، هو مع المرسوم الاخير اللي خاص بالاقسام الخاصه ما يسمحش نفتحوا قسم على طفل او طفلين. الحل الوحيد لازم نقدموا كيفاش الطفل هذا نقدموا للقسم القريب اللي هو موجود على مستوى المنطقه، اي على مستوى البلديه او حتى خارج البلديه. هذه حقيقة عندنا بعض الأطفال اللي هما تلقى منطقة بعيدة شوية على القسم الموجود، تلقى طفل أو طفلين، لكن سعينا كذلك حنا نسعاو، لأن مؤخرا عملنا لقاءات مع السادة رؤساء مجلس البلدية كيفاش نكفلوا بهم بالنقل، لأننا النقل لازم له دراسة، وما نقدرش نحولوا حافلة كاملة من بلدية إلى بلدية على من أجل الطفل، ربما تكون دراسة في المستقبل من أجل التكفل بهذه الأطفال على مستوى الأقسام ولا على مستوى المراكز. وغير بعيد عن المدرسة الابتدائية لمراد زواتين نجد قسما آخر بدار الشباب، هو فضاء لتعليم الشباب المصابين بمرض التروزوميا وتلقينهم دروسا تتكيف مع النشاطات العديدة. نتمنى الخياطة، البروتي، الخايط، الكادر، ندير كلش. واش تعلمتوا هنايا؟ خياطة، البروتي. هذوما باش يخرجوا من العزلة اللي كانوا عايشين فيها سابقا. كان طفل تريزومي ولا شاب تريزومي يعتبر كطابو، يعني لما يكون عندك طفل تريزومي في البيت
كانوا ناس كانوا يقولوا وكلوا وشربوا وخليه في الدار يدير واش يحب. الجمعية لا، أثبتت أنه الطفل تريزومي ممكن يتعلم، ممكن يكتسب، ما كاش فرق بينه وبين الإنسان العادي إلا في بعض الجوانب فقط. الكوتي بسيشيك كاين عندنا أطفال عاديين ما عندهمش تخوف، ما عندهمش انزواء، ما عندهمش خجل، وكاين أطفال عاديين تكون المعاملة تاعهم والتصرف تاعهم عادي جدا. عندنا جانبين، جانب تعليمي بيداغوجي ولا جانب معرفي، نلقنوهم فيهم بعض المعارف والمكتسبات اللي يحتاجوها في الحياة اليومية، منهم مفهوم الزمن، النقود، الحساب، قراءة، قرآن، أعضاء الجسم، الحواس. كاين جانب تطبيقي ولا هي مدخل إلى ورش دي بري فورماسيون، علمهم أساسيات بعض الورشات، منهم خياطة، نجارة، رسم على القماش، فسيفساء، تقنية جديدة انطلقوا فيها العام الماضي، ورشة طبخ. وهذه الفئة لحد الساعة فهي محرومة من الوسائل البيداغوجية الخاصة والتي بفضلها نستطيع إيصال المعلومات وإفادة هذه الفئة، خاصة فئة الإيقاف. المشكل الأول الأساسي هو أن الإدماج المدرسي ينطلق في المدارس، مدارس الابتدائي، والمدارس الابتدائية احنا كما نشوف الوطن الجزائري على كل حال ما أمر ما نقوله ما يخص الجمعية، ولكن هي تعاني من الاكتظاظ. وإحنا كي نطلبوا فتح قسم من الصعب جدا بان نصيبوا في مدرسه، نصيبوا حجره شاغره نستغلوها، احنا تستغلها الجمعيه. وهذا واش يترتب عليه، ما تكون عندنا مجموعه تاع الاطفال في عمرهم 6 سنوات وصلوا باش يوصلوا للتمدرس، ولكن كي ما نصيبوش القاعات مع الاطفال هذاك يبقى يكبر وربما 9 سنوات 10 سنوات وكانوا يدخلوا 11 سنه 12 سنه باش يدخل المدرسه. هذه الصعوبه الاولى. الصعوبه الثانيه هي الوسائل، إمكانية الجمعية. تعرفي كنت نتكلموا على الجمعية، إمكانية الجمعية محدودة، وكي نتكلموا كذلك على التكفل التربوي والمدرسي ماهيش حاجة صغيرة، راهي حاجة كبيرة. إذا الجمعية تحتاج إلى وسائل، تحتاج إلى هياكل، ولكن للأسف الوسائل محدودة، ولهذا نصيبوا صعوبات باش نجسدوا هذه الأهداف في الواقع، نصيبوا صعوبات كثيرة. أنا صعوبات غير في القسم ديالهم، ما كاينش وسائل. كما واحد الخطره دخلت لقيت المناضد ما كاينش مابا وين يتكى، صح تشوفين بالك الاطفال العاديين عندهم مناضد ملاح وهما في نفس المؤسسه، تخزري تلقاي طاوله مكسرين تمحهم، صح هذيك النهار رحت تشوكيت. تجي وحدها وتروح وحدها دونك فرحانه كده. قصد الترفيه عن نفوسهم وادخال الفرحه في قلوبهم يحاول اعضاء الجمعيه اعاده ادماج هؤلاء الاطفال، فكانت هذه الرحله الى حديقه التسليه. ان شاء الله ربي يكون معنا، ونطلبوا منكم فنتبلغوا كامل المسؤولين مام اولياء التلاميذ تاع البلديه تيسير برج منايل دلس زموري تاع الاخر، هذو اللي عندهم شويه دراهم لا يتبرعوا شويه الجمعيه تاعنا، يخزروا فيهم عندنا، يمدوا لنا اللوكال، يسرحوا لنا المسؤولين تاعنا مدير التربيه، تفتح لنا الاقسام باش نقروا هذو دراري دار الشباب، عادوا يغلقوا لنا البيبان يقولنا انتم ما عندكمش من حقكم، دار الثقافه يعني لا بيسين باغ اكزومبل، يعني كاين بزاف حوايج مهمشين عليهم. ان شاء الله خير. لا يحتاج اطفال تريزوميا نظرات شفقه من قبل الغير، بل إرادة حقيقية لدفعهم للتغلب على هاجز الإنزواء والاعتماد على النفس. نبقى مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن هذه المرة مع واقع المكفوفين في الجزائر. فتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنارت عيون الفئة غير المبصرة، فبعد معاناة طويلة مكنهم اليوم العالم الافتراضي من التحرر من التبعية للمبصرين والانطلاق من جديد لتحقيق تواصل مع الآخرين. رتيبة أيت سعلي في هذا الروبورتاج. كي تشوفي واحد بصيري يستعمل الميكرو ويخدم به، انت تقولي انا يا لو كان غير جيت كي يشوف كي هو. كنا نصيبو بزاف ديفيكولتي، خاطش دي فوا ميم ما نصيبوش اللي يقرا لنا. الميكرو كان بالنسبه لي حاجه كبيره، ما نقدرش نتوشيه. دوكا في هاد كي كنا كي تعرفنا على الانفورماتيك تسمى سورتو نكونوا انديبوندون. حتى الكفيف يحس انه راه مندمج، يعني اندماج فعلي في المجتمع او في هذه الظاهره العالميه. نستعمل البيسي تاعي انا ولا اللي يشوف راني كيف كيف كيما هو، بالك انا ما عرفت صوالح ما يعرفوش. نقدر نكون كيما انا كيما الاخرين، ما مانيش بحاجة لأي واحد، نقدر نكون أنا أنا. تفتح نافذة جديدة لاكتشاف العالم مع كل لمسة على لوحة المفاتيح. في كل تحسس تترابط الصور لتشكل في ذهن الكفيف خيالات لعالم مليء بالصور والأشكال المختلفة. أول مقهى للإنترنت فتح منذ 3 سنوات بولاية البليدة، يستقبل فئة طالما شعرت بالتهميش التكنولوجي. معمر صحراوي صاحب الفكرة، متحصل على ليسانس في الشريعة والعلوم الإسلامية، فقد البصر وعمره 2. إعلام آلي مكيف هو عبارة عن برنامج صوتي قارئ للشاشة، يعني ترجم كل ما هو في الشاشة صوتيا بجميع اللغات. مشينا مليح خلال هذا 3 سنوات أو 4 سنوات. يعني الآن الكثير من المكفوفين تحصلوا على الكمبيوتر. هو فضاء يلتقي فيه مكفوفو المنطقة ليحققوا معا انتصارا على الإعاقة والاستفادة من التكوين في المجال. فضاء يتسع لستة حواسيب عادية مزودة ببرنامج قارئ الشاشة. كل ما يحتاجه الكفيف هو سماعة ولوحة مفاتيح التي يحفظ حروفها جيدا ويستغني نهائيا عن استعمال الفأرة. في حقيقة تكوين ما نقدرش نسميه تكوين، وإنما نقولوا نعلموا أبجديات الإعلام الآلي المكيف، يعني حتى المكفوف يستطيع أن يتبحر في الشبكة العنكبوتية ويصبح مستقل، يستطيع أن يعمل بحوث أو يتصفح الجرائد أو يرسل إيميلات لبعض الأصدقاء أو يتلقى رسائل. والله فرق كبير. التكنولوجيا أولا ترد للعالم أنه قرية صغيرة، حتى الاتصال بين هذه الفئة أصبح ميسر، ويعني في غالب الأحيان أنه كان الاتصال صعب، الآن أصبحنا يعني في اتصال دائم سواء مع المكفوفين داخل الوطن أو خارج الوطن. السيدة بايا العالية مراسلة صحفية وموظفة بقطاع الاتصالات الهاتفية ضعيفة البصر، تقطع مسافة 60 كيلومتر لتلتقي برفقائها للحديث عن أهم التطورات التكنولوجية واكتساب خبرات جديدة في المجال. ما كنتش نقدر نستعمل الميكرو، درت سكريتاريا، درت جورناليست، الحمد لله. مي الميكرو كان بالنسبه لي حاجه كبيره، ما نقدرش نتوشيه. كي دخلت المعهد تاع القبه درت 6 شهور تكوين الحمد لله، والاغلبيه سي المكفوفين اللي عاونوني في سكايب. في سكايب ولا ديريكتومون كيما هنا في بليده في الجي مكتبه الحامه، نديبلاسي سورتو على جال عفايس اللي ما نعرفهمش ونحب نسمع ونتعلم سورتو.
الحمد لله مالغري ما نشوش بصح نستعمل البي سي تاعي ونخدم به نبريمي كي هو كي انا نطبي كي هو كي انا ندخل سكايب ندخل فايبر ندخل كاع لي زوبسيون اللي يدخلوهم هما. امل 22 سنه متحصله على ليسانس في الفرنسيه تعاني البطاله تتحكم جيدا في استعمالات الوسائل التكنولوجيه الحديثه لانها تحررها من التبعيه للاخرين. تعرفي الجامعات راهي كامل بالبحوث سمحنا باش ندمجوا مع العاديين لازم نكونوا هنا اجور كونيكتيو ونديروا البحث تاعنا كيما حنا كيما الاخرين اللي ليفغ كنا من قبل كانوا يقراوهم منا قبل ما نتعرف على هذا السوبر كانوا يقراوهم منا اللي ليفغ الاخوات ولا المعين هكايا كنا نصيبوا بزاف ديفيكولتي خاطش دي فوا ميم ما نصيبوش اللي يقرانا دوكا في هاد كي كنا كي تعرفنا على الانفورماتيك والجاوز وكاع سما سورتو نكونوا انديبوندون نقدر نكونيكتي فيسبوك نقدر نكونيكتي سكايب نقدر وين نروح نقدر كان بس نقدر نكون كيما انا كيما الاخرين. السيد محمد شريف 63 سنه بعد تقاعده عن العمل وجد ضالته في مطالعة الكتب المسموعة ببيته وجهز حاسوبه الخاص بالبرمجة المسموعة. اسمع على الكتب نقرأ نحب الكتب نموت على الكتب alors je me connecte روح ليهم ندخل فيهم ومن بعد نحوس le livre اللي نحب انا ولا الاوتور نكتبوا le livre نعرف le titre ومن بعد ندير شارجيه كي يخلص تيليشارجا نروح الناحيه ونديرو سيغمون ديسك ديريكتيرن ونخليه تولي بتي بيبليوتيك دونك لا بيبليوتيك تاعي فيها واحد فاسيلمون 500 ليفر بالك ما قبل كان يبعثو دي ليفر كريون براي سي دي فوليمينو ويبعثوهم لا بالا بورت كبار ونجيبوهم نقراوهم عاد نردوهم لهم ومن بعد ولا يبعثو لنا اون ليتيغ سيغ سي دي هكذا مي سيغ سي دي يبعثو لنا سي دي نقراوه وردوه لهم ودركا داروا هذا لاكسي انترنت سي تري فاسيل. 80% من المكفوفين في العالم يستخدمون الانترنت بشكل دوري فهي وسيلة اتصال مهمة تتيح لهم فرصا جديدة للتواصل والبحث عن فرص العمل. مقاهي الانترنت الخاصة بالمكفوفين لا يتجاوز عددها على المستوى الوطني 10 هي متنفس جديد يفتح للكفيف آفاقا لتحقيق الاستقلالية عن المبصر. قطاع التضامن الوطني وجه نداء إلى كل الجمعيات التي الحاملة لمشاريع جمعوية أن تتقدم إذا كانت جمعيات محلية تتقدم لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى 48 ولاية ذلك لمرافقتها وتوجيهها لتحقيق مشروعها المطلوب. احنا هذا هو الهدف اللي نسعى له أننا ندمج ونوصل ونسهل لهؤلاء الأطفال أنهم يوصلوا ويكون عندهم مدخل لهذه التكنولوجيات في كل مجالات الحياة ليس فقط في الإنترنت. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفرت 23 مؤسسة متخصصة تضم أكثر من 1300 تلميذ يتلقون دروسا في الإعلام الآلي واستعمالات الإنترنت عبر مختلف الأطوار التعليمية. بالنسبه للاعلام الالي طبعا احنا دائما نواكب التطورات التكنولوجيا المحدثه يعني هناك ماده تدرس لهؤلاء الاطفال وهذا شيء مهم ايضا بالنسبه لهم في جميع الاطوار من الابتدائي للمتوسط هناك اساتذه يدرس هذه الماده بالاضافه الى برنامج لانه الطفل المعوق ما يقدرش يستعمل الاعلام الالي بدون برنامج مكيف له. المكفوفون وضعاف البصر لهم فضاء بالمكتبه الوطنيه بالحامه يتسع لرصيد مسموع يقارب 3000 عنوان ويستفيد منه 300 منخرط. تقريبا عندنا حوالي 10000 وثيقه مسموعه أيضا باللغة العربية والفرنسية معظمهم حوالي 6800 عنوان اللي هو كتاب مسموع وعندنا أفلام موصوفة وعندنا وثائقيات أخرى. أغلب المستخدمين تاع الفضاء ما همش طلبة جامعيين هم على العموم
موظفين متقاعدين بطالين، فيهم أيضا طلبة لكن ما يمثلوش الفئة الغالبة. إنتاج الكتاب المسموع عندنا يطرح عدة إشكالات على المستوى التجاري. الفئة هذه قليلة بزاف في المجتمع، وبالتالي الناشرين يتردوا كثير باش يروحوا نحو الإنتاج الكتاب الإلكتروني، فما بالك بالكتاب المسموع. مع التكنولوجيا الجديدة كل شخص يقدر يتطوع ويقدر يتبرع بأي، يقرأ أي وثيقة تشوفها هو باللي مهمة بالنسبة ليه، على الأقل ما نقولوش بالنسبة للآخرين، بالنسبة ليه لما يشوفها هو بالنسبة ليه مهمة ويقرأها ويوضع هذا القراءة نتاعو تحت تصرف أشخاص غير قادرين باش يقرأوا هذه الوثيقة، يكون ساهم بشكل كبير في تنويرهم. فتحت تكنولوجيات الإعلام والاتصال المجال للعديد من المكفوفين بالجزائر لتنمية قدراتهم، وذلك من خلال الخدمات والتطبيقات والبرامج التي وفرتها عبر أجهزة الإعلام الآلي. الهواتف الذكية ساهمت بشكل كبير في إشباع الفضول الفكري لفئة المكفوفين. واش اضاف لك هذا السيستم الجديد؟ نشوف دي فيلم، نطلع كتب، نقرا به، نعيط به، فيه سيستم سيري. السيستم سيري هذا تبرو كي تكون مبرونشي غير يعقل لافوا تاعي من فراشي، نقول له الي كالور يقول لي ساعه. الجي بي اس لازم الانسان المكفوف يهمه كثير، يعني لو جيد بار ساتيليت مثلا، راه في مكان ويحتاج انه يروح المكان، ما مطعم او فندق او عن طريق الجي بي اس يقدر يلحق. سورتو كي نحوس على ميتسا، سورتو كيما قال لك اوتيل، اي عفصه في المجتمع يساعدني جي بي اس. النداء موجه لكل المهندسين تاع المواقع، لا سيما عندنا احنا في الجزائر، انه المهندسين المواقع اللي يوضعوا المواقع لازم يحاولوا يبذلوا شويه جهد ويحترموا المقاييس العالميه اللي تيسير الوصول الى المعلومه. المطلب تاعنا انه يراعيوا هذه الفئه ويديروا لها مثلا تخفيضات على مستوى الاشتراكات حتى يحفزوا المكفوفين وخاصه الطلبه، يحفزوهم على الاشتراكات ويسهلوا لهم المهام. جي بي اس يفتحوه لنا الانترنت العموميه بارتو، باسكو مكفوفه ويستعمل الانترنت. تكنولوجيات الاعلام والاتصال انارت عيون مطفأة، لكنها بصيره ثاقبه جعلتها تتحدى الاعاقه بعزم واصرار لتنميه قدراتها والتواصل مع العالم. فمن يتواصل فهو يبصر العالم. ونحن بدورنا نتمنى توسيع مجال استعمال الانترنت لصالح كافة المكفوفين في جميع ولايات الوطن. فالانترنت إذن ثورة المعلوماتية والاتصال، تعد محركا رئيسيا لعدة قطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، فهي تقرب البعيد وقد تبعد القريب، فساكنة العالم لا تستغني عن إبحارها في هذا الفضاء التكنولوجي الغني بالمعلوماتية. عن إيجابيات وسلبيات استعمال الإنترنت يقول يوسف مهدي. كما استعملش البورتابل تاعي استعملنا الإنترنت. للأسف حتى ذوي النوايا السيئة يلجؤون إليها لارتكاب بعض الأفعال للإساءة إلى الغير. قامت اتصال الجزائر بترجمة هذه القوانين عبر نشر خدمة في أمان. طيب الجانب الشرعي كذلك نقول أنه هذه جريمة باعتبار أنها تؤدي إلى ضرر. إذن غرس القيم هو الوسيلة التي نستطيع من خلالها أننا نطمئن على سلوكات أبنائنا.
ما هي مزايا الإبحار في الشبكة العنكبوتية؟ وهل صار العالم حقاً قرية؟ بل شارعاً؟ بل أسرة صغيرة؟ يوم أصبحت تكنولوجيا الإعلام والاتصال جزء لا يتجزأ من حياة المواطن الجزائري على غرار كل سكان العالم. العالم الذي أصبح اليوم قرية صغيرة يتواصل كل سكانها عبر الإنترنت، هذه الشبكة العنكبوتية التي يتزايد عدد المشتركين فيها يوما بعد يوم. الجزائر على غرار كل بلدان العالم عملت وبذلت كل جهود لرفع من نسبة انتشار النفوذ والولوج إلى الإنترنت. فبالنسبة للولوج عبر الـ ADSL والجيل الرابع LTE في الجزائر تعرف حوالي أكثر من 2 مليون مشترك، على أن يرتفع هذا الرقم ليصبح 3.2 مليون خلال هذه السنة أي سنة 2016. جهاز الإعلام الآلي خزان هائل للمعطيات والمعارف، إمكانية وصله بجهاز آخر تعطي الشخص ميزة استخدام جهازين، فما بالك بولوج البنوك المعرفية؟ ملايين المعطيات تحت تصرفك بكبسة زر تشارك فيها الجزائر. بالنسبة لبنك المعلومات للإنترنت العالمي، اتصال الجزائر اليوم راهي تحاول أن يعني تشارك في هذا العالم الواسع عبر محتويات علمية مثل المكتبات الرقمية. هناك كذلك حلول لإنشاء مواقع الويب، يعني يسمح للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء مواقع لمحتويات عبر التراب الوطني. وعندنا مكتبات رقمية باللغة العربية، مكتبات رقمية باللغة الفرنسية، واللي تسمح للمواطنين باستشارة آلاف الكتب في جميع الميادين. مثال يعني في مكتبتي واللي هو عبارة عن بوابة تسمح بالاشتراك في خدمتين، يا إما في مكتبتي العامية واللي فيها كتب موجهة لجميع المواطنين، أو في مكتبتي الأكاديمية الموجهة للباحثين الطلاب والمستخدمين يعني العمال إلى آخره. لكن ما مصير الكتب الورقية؟ وهل تتمتع معطيات الانترنت دائما بالمصداقية؟ تعتمد على هذا النوع تاع المعلومات، راح تروح من الكتاب، راح تروح من المصدر الرئيسي تاع المعلومة. والمعلومات اللي كاينة في الانترنت ما راهيش 100%، ما نعرفوش المصدر تاعها مين. الواحد اللي ما يعرفش يعني ما يعرفش المصدر تاعها مين، ما يعرفش الصحة تاعها، ما وكاين ترويج يعني معلومات خاطئة يعني وش صارين هنا. تقنية جيدة بحيث أنه أصبحنا نستطيع أن نرى من نكلمه حتى ولو كانت المسافات بعيدة. هي تقنية نتمنى أنها تتطور لأنه تتطلب أنترنت سريعة نوعا ما من أجل التواصل بجودة عالية. دوكا في تليفون سمارت هذوما راهم يديروا لنا دوكا لي زابليكاسيون من هنا نهضروا نشوفوا كلش في العالم. حاجة اللي محيرتني أنا دوكا بلو طار إن شاء الله كيف راح نولي. من أهم المنشآت التي تضمن التدفق العالي والمستمر للإنترنت بالجزائر قسم العمليات لأرضيات الإنترنت بسعة ربط دولي تعادل 485 جيجابايت. هنا أيضاً توطن خدمات اتصالات الجزائر، بداية بخدمة في أمان، المكتبة الرقمية والمحاضرات المرئية، وتوطن أيضاً المواقع الإلكترونية، كما يرتقب هذا القسم استحداثات جديدة. تحت إشراف معالي السيدة الوزيرة إيمان هدى فرعون،
يسهر على رفع من نسبة نشر الإنترنت، فإنه تقرر عصرنة وتطوير شبكة الاتصال والوصول، أي لغزو دو ترانسبور اي داكسي، حتى يتسنى للقطاع منح خدمات أكثر، خاصة في مجال التدفق السريع وسريع جدا. ننتظر انتشار أكبر للولوج إلى الإنترنت بالانتقال إلى الجيل الرابع للهاتف النقال كما أعلنته معالي السيدة الوزيرة. هذه التحديثات ستساهم في دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بعد أن قطعت الجزائر أشواطاً في رقمنة الإدارة، بداية بالحالة المدنية والعدالة، وتلعب تكنولوجيات الاتصال فيها لا سيما الإنترنت الدور المحوري. بالفعل على غرار كل بلدان العالم، فإن الجزائر تسعى إلى ترشيد استعمال الإنترنت بتوفير محتوى وطني يهم المواطن والمؤسسات الاقتصادية، وهذا بتطوير المحتوى وخاصة كل ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية وكل المبادلات الإلكترونية المالية والاقتصادية والإدارية منها، وكذلك بوضع أسس التأمين من تصديق وتوقيع إلكتروني. أينما كنت وحيثما شئت، افتح محرك البحث الذي أردت وستتلقى معطيات بآنية عجيبة. بوبو تاع الانترنت و لورديناتور اكثر من الكتاب، يجوا اطفال يديروا بحوث ويجوا ناس يديروا بحوث ثاني. من الايجابيات تاعها انه تعطي لهم معلومات كثيره في وقت صغير، يعني اذا عندك خدمه ترجعها غدوة ان شاء الله وعندك وقت تاع 24 ساعه، ما تقدرش تحكم 5-6-7 كتب. يعني الانترنت واحدة من الايجابيات تاعها سهولة تاع الوقت والمعلومات كثيرة في كاع الميادين في كاع الاختصاصات في كاع يعني في كاع الميادين اللي حبيتها. هذه واحدة من الايجابيات، ولكن كاين سلبيات. أكرم، أما سنة راك تقرا؟ سنة ثانية ثانوي. أكرم، لو كان تقول لي شحال تكونيكتي من ساعة في النهار أنت؟ ماكسيموم ساعة. هذا مكان؟ هذا مكان. شنو المواقع اللي تدخلهم بزاف؟ فيسبوك، إنترنت، نوتيليزيها للقراية، هذا مكان. يوتيوب. صح، ما قالوكش في الدار بلي ساعة بزاف عليك الإنترنت؟ قالوا لي. واش قالوا لي؟ ماشي مليح العيني هكذا. ديجا كانت عندي واحد الطبيعة كنت ندير على جال الميكرو. دوك حبس الإنترنت غير على جالها، باسكو راح ندير نواضر. نكونيكتي ساعة ساعة ونص تما ماكسيموم دوزر. هذا ما كان نوتيليزيها فيسبوك واتساب انستغرام، ومن داك هكذايا ما نقراو بها، كي نحتاجوها في القراية نديروها. تما الاستعمال الأهم هو الفيسبوك وكذايا والآخر، ومن بعد وإذا احتجتها مرات في القراية كي تحتاجها، ماشي كل خطرة راح تقرا بها. الإنترنت نستعملها كيما يقولوا ما عنديش وقت محدد، وقت ما فتحت نشعل الاورديناتور ما نزيدش النوض. عندك الانترنت في التليفون؟ اه. ما كاينش مره عاد حتى 3 تاع الصباح مع التليفون؟ تقدر نقول قريب دائما، قريب دائما بالتليفون حتى 3 الصباح، من داك ما نرقدش، والله من داك ما نرقدش ليل كامل. وكي تنوض تروح تقرا تقدر تقرا؟ ما تقدرش، باسكو علاش تكون عيان سهرت كاع الليل. الادمان على استعمال الانترنت مشكل يسبب التفكك الأسري والرسوب في غالب الأحيان، زيادة على الإرهاق، ضعف البصر، وحتى انحناء قوام الجسم. فكيف المخرج يا ترى؟ تأثيراته النفسية علينا وسيء على كذلك التأثيرات الاجتماعية. الإدمان على الإنترنت أن تتجاوز 38 ساعة أمام شاشة الإنترنت، يعني مش معنى هذا أن الشخص اللي يشوفه مثلا يمارس 30 ساعة أو يقول يعتبر نفسه مش مدمن.
للتخلص من هذه من عادة الإدمان هذه هناك مجموعة من الإجراءات يتخذها الفرد. من بين هذه الإجراءات يستعمل المدمن بطاقة تذكرة. بطاقة تذكرة أنه يضح فيها كل سلبيات الإنترنت، السلبيات التي تؤثر على جسده وتؤثر على نفسيته وتؤثر عليه اجتماعياً. لابد هذا وفي كل مرة لابد يحملها معه وفي كل مرة يطلع عليها ويقرأها حتى تثير في نفسه تلك الدافعية من أجل الابتعاد على الإنترنت. ولابد أن يضبط وقته بالتدقيق عند الاطلاع على الإنترنت واستعمال الحاسوب. مواقع التواصل الاجتماعي تتصدر لائحة استعمالات الإنترنت، تصنع للطفل عالما افتراضيا وتجعل التلميذ في معزل عن الواقع ومنزويا. من بين الحالات اللي مرت عليا واللي شفتها في حياتي هي حالة تاع طالبة كانت مدمنة على الفيسبوك، وهي بدات هذا الفيسبوك بداته عن طريق باش يعني واش كانت تقنع به الاولياء تاعهم بانها تمارسوا للمراجعه للمشاركه مع زميلاتها لحل التمارين، وبالتالي ادمنت عليه. وكان المردوديه تاع هذا العمل بالانترنت هي اقل من المردوديه تاع العمل بالكتاب المدرسي، انه يعمل بالكتاب المدرسي احسن من يعمل بالانترنت. وكانت كل ما تبدا هي تبدا بهدف الدراسه لكن تخرج على الاطار الدراسي وتدخل مواقع اخرى، وهذا تخضى لها ثلاث شهور دالها من حياتها المدرسيه، يعني الفصل الاول يعني تقريبا كان دون المستوى، ولاحظنا يعني تدهور في النتائج تاعها المدرسيه. كي بحثنا معها وكما شفنا باللي المشكل تاعها هو كان الانترنت والادمان، وبدا بتغيير النشاط باش التلميذ يعاود يخرج من حاله الادمان هذه ويعاود يرجع للحاله العاديه، هو انه يدير البديل، انها ولات تدرس ماشي وحدها، ولات تدرس مع زميلاتها اثنين ثلاثه، هذا خلال الاسبوع، خلال الفتره الليليه تحدد برنامج منظم لها هو تاع بالكتاب في اخر السنه، يعني داركت في الفصل الثاني وداركت اكثر في الفصل الثاني وحصلت على البكالوريا تاعها. من سلبيات استعمالات الانترنت ايضا سهوله تحولها الى وسيله للاجرام، وتستهدف بها الشرائح الهشه عاده، وقائمة أنواع المخالفات فيها طويلة. بالنسبة لحصيلة الملفات القضائية التي عالجتها مصالح الشرطة خلال السنة المنصرمة 2015 بلغت 567 قضية، يعني ملف قضائي أرسل إلى العدالة، كانت تتعلق يعني أغلبها بقضايا ما يعرف بالمساس بشرف واعتبار الأشخاص عن طريق الشبكات الاجتماعية وعن طريق التكنولوجيا الحديثة. في المرتبة الثانية هناك الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية، وهذا ما يعرف بالقرصنة. هناك ظاهرة أخرى كذلك هي ظاهرة الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت يعني تتزايد لأنه المحتال في السابق كان يستعمل الوسائل التقليدية، اليوم أصبح من السهل عليه أنه يلجأ إلى الإنترنت من أجل الاحتيال على ضحاياه، لأن هذه الوسيلة توفر له يعني سكون أبل خاصية الإخفاء الأنونيما. هناك كذلك ظاهرة أخرى وهي إباحية القصر أو إباحية الأطفال، هي نشر وتحميل الصور الإباحية الخاصة بالأطفال غير ذلك من يعني مظاهر المساس بالقصر. وفي الأخير هناك ما يعني نعرفه يومين هو بيع السلع المحظورة عبر الإنترنت. هناك مواقع تعرض للبيع السلع الحيازة تاعها وربما البيع تاعها مقنن أو محظور تماما من طرف القانون. من نماذج الرقمنة قطاع التربية، إذ تدأب مديرية التربية لولاية المدية على تحضير التلاميذ وتلقينهم أبجديات التواصل عبر الشبكة العنكبوتية في انتظار الرقمنة الكلية للقطاع. طريقة استعمال اللوح الإلكتروني لابد أن تكون طريقة سليمة. أولاً نبدأ في وضعية الجلوس حتى لا يقع انحناء للظهر تاعها. كذلك لابد أن المسافة بين اللوح الإلكتروني والبصر تاعها لا تقل عن 50 سنتيمتر. كذلك لابد أن هذا اللوح الإلكتروني يكون في وضعية وقوف هكذا، ولا يكون في وضعية بهذا الشكل. إذن لابد أننا يكون دائما اللوح الالكتروني بهذا الشكل حتى تكون الاستعمال تاعه صحيا، حتى لا نتاثر البصر تاعنا ما يتاثرش، وما يتاثرش حتى العمود الفقري تاعنا
لا ينحني. عندنا مركز التوجيه يلعبوا يعني في دور نشط مع مدير التوجيه ومستشاري التوجيه، وهم قائمون بواجبات يعني جمة في هذا المجال، فهناك ندوات وهناك توجيهات وهناك أيضا مطويات وكتيبات في هذا المجال، وهناك ندوات وندوات تسبق الامتحانات الرسمية لمرافقة التلاميذ، يحضرها مستشاري التوجيه ويحضرها دكاترة من الجامعة كل عام يعني نواصل. وأيضا هناك ندوات بالاشتراك مع الشرطة، مشكورة أيضا في هذا المجال. إن الوزارة قامت بمجهود عظيم في رقمنة القطاع، رقمنة شاملة، والولاية كانت مهيئة لاحتضان هذه الرقمنة، والأمور راهي تسير بشكل جيد، وإن شاء الله تروح الأمور إلى أبعد الحدود في هذا المجال. لمعرفة أنواع أخرى من سلبيات استخدام الإنترنت بل الجرائم المتعلقة بها، انتقلنا إلى مركز الرقابة لجرائم الإعلام الآلي ومكافحتها ببئر مراد رايس. عدد الجرائم المسجلة وطنياً السنة الفائتة بلغ أرقاماً قياسية، والتصدي للظاهرة صار أولوية. يعني في بعض المرات يكون المجرم هذا ماشي إنسان وحده منعزل، وإنما تكون عصابة يقوموا باستدراج ضحاياهم في بعض المرات نساء أو رجال أو حتى شركات، من أجل يأخذوا لهم الأموال تاعهم بطريقة يعني بطريقة جهنمية، يعني يديروا لهم سيناريو. بلغة الأرقام، إذا تحدثنا عن السنة الفارطة اللي هي سنة 2015، المركز عالج 300 قضية، تم الوصول إلى نتائج بنسبة حتى 90%. كاين عندنا ضحية قدم شكوى، المشكلة اللي صار له هو كان في اتصال عبر الريزو سوسيال فيسبوك، كان في اتصال مع واحدة يعني بنت هي من بلد أجنبي، يعني بدون تطرق إلى الأسماء أو الأماكن، كان في اتصال دائم مع بنت، يعني بدأت من تعارف ومن بعد يعني في على دخلوا في علاقة حميمية. البنت هذه واش دارت؟ كي كانوا هما في يعني في التواصل تاعهم، خذت له فيديو وصور خاصة به هو عاري. من بعد في آخر المطاف صاب روحه تحت طائلة التهديد والابتزاز من طرف جماعة ولا عصابة منظمة من بلد أجنبي. من بعد حسب التحقيقات اللي رانا هي ما زالت القضية قيد التحقيق، حسب التحقيق الطفلة هذه يعني البنت هذه هي على علاقة بعصابة، واش يديروا؟ يشوفوا ضحايا يطيحوهم في الشباك نتاعهم، ياخذوا لهم صور وفيديوهات، ومن بعد يبداو في عملية الابتزاز ويبداو يطالبوا بأموال بالعملة الصعبة باش الضحية هذا يبعثهم لهم لحسابات على حسابات بالخارج. ما منظور الشريعة والقانون في سوء استخدام الانترنت، وكيف تصنف هذه المخالفات البعيدة عن قيم المجتمع؟ كل شيء يؤدي إلى ضرر فهو حرام بطبيعة الحال، لأنه لو أسقطنا هذه الجرائم على الجرائم العادية فهي لها الركن المادي ولها الركن المعنوي كذلك، يعني توفي كل أركان الجريمة، وبالتالي تسمى جريمة بامتياز بطبيعة الحال، وبالتالي من ناحية الشرعية طبعا حرام لا تجوز، فضلا على أن لها عقوبة تعزيرية في ذلك. نفس الكلام يقال بالنسبة إلى القانون، القانون كذلك يجرم مثل هذه الجرائم، ولو أننا الآن نقد نقول بأننا رانا في بدايات الدخول إلى ما يسمى الجريمة الإلكترونية. لحد الآن ما تلقيناش صعوبات من الناحية القانونية، ورغم ذلك فيعني كما تشوف التعديلات تاع القوانين راهي مستمرة، حتى احنا مصالح الشرطة المديرية العامة المواطنية في الكثير من الأحيان تبادر وتشارك في سن القوانين والتنظيمات، لأنها يعني هي اللي راهي تمارس في هذا القانون من أجل يعني تكييفه مع الأوضاع الخاصة بالجزائر. قضية عالجناها السنة المنصرمة، وهي نشر صور إباحية لفتاة قاصر، كانت يعني بسبب ذلك أصيبت بإحباط شديد أدى بها إلى حتى محاولة الانتحار.
فيعني يعني لحسن الحظ الاولياء نتاعها تقدموا بها تقدموا لعندنا ورفعوا الشكوى ويعني وخذينا على عاتقنا القضيه ويعني باشرنا التحقيق الى ان توصلنا الى الفاعل ويعني وقدمناه للجهات القضائيه وحتى يعني حتى الضحيه فيما بعد يعني استرجعت يعني العلم والمعرفة والرقي في العلاقات الاجتماعية بمرونة وسلاسة وآنية. استخدامات الانترنت تؤطرها الأخلاق ويضبطها بصرامة القانون لتصير في النهاية وسيلة أكثر إنسانية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من حصتكم من واقعنا. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا أن تراسلونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم أيضا مشاهدة الحصة عن طريق البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني www.entv.dz. في أمان الله.